من جهة أخرى، تواصل حديقة الأسماك بمنطقة الجبلاية بالقاهرة استقبال زوارها طوال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تتمتع الحديقة بأهمية خاصة لما تتميز به من طراز معماري فريد ومناظر خلابة وأسماك نادرة. نتابع. في قلب القاهرة وتحديدا في حي الزمالك، حديقة غناء تصدع بأروع وأجمل الأشجار والورود وعبق التاريخ. حديقة الأسماك، والتي يعود تاريخ إنشائها إلى عام 1869 إبان عهد الخديوي إسماعيل، ليستمتع المواطنون بجمال الأسماك الحية والتماسيح والزواحف والأسماك المحنطة. من أهم معالم حديقة الأسماك الجبلية بتاعتنا دي، اللي هي على شكل خياشيم سمكة، وهي أثر برضو من الحديقة. وطبعا موقع الحديقة يعتبر في مكان متميز جدا. طبعا الزيارة عندنا هنا بتكب مخفضة بخمسة جنيه للفرد، وفي كمان عندنا ملعب أطفال ملاهي للأطفال برضو بخمسة جنيه للفرد الواحد، يقدر يلعب بيها اليوم كله. وحضراتكم في كمان عندنا معمل أسماك فيه حوالي 24 أو أكتر من أحواض الأسماك، بتضم عدد كبير من الأسماك المياه العذبة، كلها طبعا أسماك مياه، أسماك زينة مش أسماك للأكل أو إنتاجية يعني. الجبلاية التي تتوسط حديقة الأسماك هي أبرز مكونات ومفردات الحديقة، والتي تم إنشاؤها بالطين والرمل الأسواني على هيئة سمكة وكهف من الداخل على شكل جمالي بديع يسر الناظرين. أنا بصراحة أول مرة أجي الحديقة، فبصراحة متعت جدا، مناظر جميلة، في برضو المتحف جميل. أنا استمتعت بحديقة الأطفال اللي جوه حديقة الأسماك، لعبت وانبسطت كتير، دي أول مرة بتسوحكي فيها. يعني أكتر حاجة عجبتني حديقة الأطفال، وتصورت مع السمك وبحيرة الأسماك. منظر الكهوف فيها جميل جدا، الأسماك المحنطة جميلة، التمساح ده جميل، في سلحفة جوه كبيرة محنطة برضه شكلها جميل، هي نظيفة جدا والناس فيها متعاونة جدا. بصراحة الكل اتبسط، كبير وصغير، فيها المناظر جميلة جدا، أشجار ومناظر طبيعية جميلة، والناس فيها متعاونة وجميلة، والعيال لعبت الصغيرين، وإحنا ككبار استمتعنا والله، حقيقي حقيقي منظر جميل، والأسماك اللي هنا شفناها جميلة جدا جدا بصراحة. الكبار والصغار على موعد من الراحة والاستجمام والاستمتاع بكل محتويات حديقة الأسماك، من مناظر طبيعية وأسماك تعبر عن حقب زمنية مختلفة. تبقى حديقة الأسماك مقصدا رئيسيا لكل عشاق الطبيعة والباحثين عن الاستجمام والراحة والهدوء، فهي تجمع بين عبق التاريخ وأنظر النباتات والأشجار، بالإضافة إلى المناطق الخلابة على مستوى رؤية الأسماك بكافة أنواعها. من حديقة الأسماك، محمد عبد الصبور، التلفزيون المصري.